نلفت رأي سادة المشاهدين الطيبين على الفيسبوك في التلفزيون. الأرقام احنا بصدد تحليل أرقام، الرأي شيء والمعطيات مجبناها من جوبنا. المعطيات ادخل صديقي المشاهد، ادخل البلاغات مجلس نواب الشعب هذا، بيانات وزارة المالية، وادخل المنشورات في الراديو الرسمي، هذه القروض كلها صحيحة. سي صالح، انت كما قلت جميل انك الان انت سياسي ماكش اقتصادي، ولكن تعمل قراءة سياسية للاقتصاد. قبل ما اعطيك الكلمة هذا نذكر سيد سعيد دائما، فكرة سيد سعيد انه للاصلاح يلزم اصلاحات تشريعية، نصلحوا المنظومة القانونية وبعد يجي الاصلاح. نسمعوا اش كان يحكي على التشريع ونسألوا هاك صلحها من بعد اش صار. يلا نسمعوا. يلا الحمل ثقيل، ولكن اتحمل كل هذه الاوزار لان هذا هو العهد الذي قطعته. المسؤولية جسيمة ولكن سأتحملها بالرغم من المكائد التي لا أريد أن أتحدث عنها ومن المخططات التي يرتبون لها، ولكن لا بد أول شيء تطوير التشريعات، هذه التشريعات التي وضعت على مقاسيم لخدمة للوبيات. وتذكروا دخلوا في مشروع قانون المالية في أحد السنوات، في 5 دقائق تغير النص في نصف الليل، أمر دبر بليل كما قيل ذلك الوقت، في خدمة اللوبيات. نحن نحب ولا في خدمة الهيئات المالية العالمية، ما عادش تكتب باسم الشعب التونسي إلا القانون باسم الشعب، اكتبوا باسم البنك الفلاني ولا المؤسسة الصندوق الفلاني. هذا نكتفي بهذا القدر من كلام السيد سعيد، هو بتاريخ 15 ديسمبر 23، ولكن ديما متكرر. لكن كلمة سي صالح 6 دقائق حلل ما تشاء. بارك الله فيك مرة أخرى. أنا الحقيقة سمعت الكلمة بتاع السيد الرئيس، يحكي السيد الرئيس على المكائد والمخططات، هذا الخطاب يعني المحبذ للسيد الرئيس دي بيقول فيه من اللي يشد الرئاسة الآن. على كل حال أنا نحب نقول راهو ما تبش حكومة في العالم ربما لا تحاك لها الدسائس والمكائد والمخططات، يعني هذا كلام معناها من تحصيل حاصل. كل الحكومات حتى الحكومات اللي قبل السيد الرئيس وقبل 21 وقبل 11 وقبل غيرها، كل الحكومات تواجه مكائد ومخططات، ولكن الحكومة في كل الأحوال عليها أن تنجز منجزات بقطع النظر عن هذه المكائد والمخططات التي يحكي عنها صباح المساء. أنا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. قبل كل شيء أنا الحقيقة نحب نوجه التحية للأخت خلود، أول مرة نتشرف معرفتها، وقاعد نسمع في خطاب علمي في معطيات في قواعد في دي تكنيك في معرفة، وقاعد نستفاد من شيء قاعد تقول فيه، وهذا مهم. نوجه لها تحية خاصة في هذا المساء. نرجع قلت أنا لا يجمرك بشأن قومنا على لا تعديل وعديل وأقرب للتقوى. الوضع الاقتصادي في تونس هو وضع مأسوم منذ 200 عام أو أكثر، منذ ما قبل الحماية وخلال الاحتلال، ومنذ ما قبل الاحتلال وخلال الاحتلال وبعد الاستقلال في حكومة بورقيبة وبن علي وثورة الترويكا وبعد الترويكا وقبل 25 وبعد 25. هذه الوضع الاقتصادي التونسي هو وضع مأسوم منذ 200 عام، ما تماش نقاش فيها، هذا لازم نكونوا متفقين فيه. اللي نحن بصدد سماعه الآن شعارات اقتصادية، الاستقلال، السيادة، ما نقتضوش مؤسسات دولية، شكون يمك صنافة إلى آخره، الاقتراض الداخلي، الدعم طبقات فقيرة، طبقات اجتماعية، غيره. هذه شعارات اقتصادية، شعارات هذه قد تغري الناس العوام والناس البسطاء، ولكن إذا 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 نحبوا نحترموا الذكاء، إذا نحبوا نكون أمناء والحكم أمان، الحكم أمان. قال أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني يا رسول الله؟ قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمان. الأمانة تقتضي القوة، والقوة تقتضي من جملة ما تقتضي أن السياسات متاعك تبسطها للناس وتفسرها للناس وتخلي الناس يعبروا على سياساتك واللي يخشوك فيها ويقول لك هذه صحيحة وهذه غلطة. شروط هذا التعبير هل هي متوفرة ولا مش متوفرة؟ كيفاش نعرف متوفرة ولا مش متوفرة؟ أنت قلت شعارات، شعارات جميلة. على كل حال
ولكن كيفاش نعرفه صحيحه ولا مش صحيحه؟ وثم عمل يأيد القول ولا ما ثماش؟ نشوفوها عبر الاعلام. اليوم الاعلام نعرفوا حال، والاعلاميين والمدونين نعرفوا حالتهم، ومره اخرى نوجه لهم التحيه، كل التحيه للجميع بطبيعه الحال بدون استثناء. وهذا كما كنت نحكي قبيله ما ثماش فرق، والاصل ان الانسان يتضامن مع كل مظلوم مهما كانت القضيه نتاعو، مهما كانت الهويه نتاعو. اليوم الاعلام الاعلاميون يعني يعيشوا ظروف ناس كنت تعرفها، اليوم المحامون كيف كيف، اليوم القضاة كيف كيف، اليوم المنظمات كيف كيف، الاحزاب كيف كيف، شخصيات سياسيه الليبراليه الاسلاميه اليساريه الديمقراطيه، كل الشخصيات السياسيه. ايه اللي يهمنا سي صالح؟ خمس سنوات يا اخويا طلبت الحصان وهذه السدره، بدلت التشريعات، هبطت الدستور، ايش عملت من بعد؟ أنا شيء. اولا انا اوجه التحيه الى كل السجناء، الى كل المظلومين، وليس فقط السجناء السياسيين، ولكن حتى السجناء، سجناء الحق العام، لانه انا اعتقد ان السجن هذا هو اهانه للكرامه البشريه، وهو اهانه لادبيه الانسان، وهي وضعيه لا منها جنة. نعم، خلينا في السياسي. نعم، نرجعوا لموضوعنا. كما كنت تحكي انت سيادتك سي حسين، انت اليوم من 21 يوليو 21 الان في كل السلطات، المفروض تعطينا ان كونترولي، تعطينا جرده حساب، خريطه التشريع، خريطه السلطات، خريطه القضاء، خريطه البرلمان، خريطه البنك سنترال، خريطه الحكومه، خريطه الوزاره الماليه، خريطه الديوان، خريطه كل شيء. يفترض الان ما عادش ثم حتى موجب للحديث على يعني مخططات ومكائد ودسائس وكذا كذا، المفروض تعطيني نتائج، ولكن هذا ايضا خليه على جنب. انا نرجع للاساس اللي كنت نحكيك به. انا ما نصدق، انا مواطن حر، وانا اشتغل بالسياسه، واشتغل بالسياسه فوق الطاوله وليس تحت الطاوله، وبطريقه حره، وكنا نمارس بالسياسه، وكنا جزء من العمل السياسي وجزء من الحكومات السياسيه السابقه. هذه السياسات اللي تحكي لي عليها، هذه الشعارات الاقتصاديه يلزم تتحط على المحك، ويلزم الناس تساهم فيها. اليوم البرلمان هذا برلمان، الحكومه تقول، الدوله تقول، مؤسسات رسميه تقول انه برلمان تاع 8%، راهو برلمان انتخب ب 8% من الناخبين، ما ينجمش يعبر على الحياه السياسيه والاجتماعيه في تونس، وما ينجمش يكون معبر على المشاكل اللي يعانوها التوانسه. انا نقول، نحب نركز في 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 في, في المعنى هذا على المعنى الثاني. خلينا ننظروا للمستقبل، خلينا ننظروا لتونس القدام. انا نقول راهو الحل نتاع تونس خويا حسين مع الاستاذ قيس سعيد ولا بلاش بيه قبله ولا بعده، هذا الوضع العام يتطلب تكاتف، يتطلب تعبئه القوى الوطنيه، يتطلب تكاتف الجميع، يتطلب الناس كل تهز الحمل مع بعضها، ويتطلب سياسات عموميه علنيه معلومه ومناقشه بطريقه توافقيه فوق الطاوله وليس تحت الطاوله. القضيه كنت احكي لها، اذا كانت عندك 200 عام وانت غارق في المديونيه وغارق في العجز وغارق في القروض، وقروض القروض وفوائد الفوائد الى اخره، فلو حتى واحد ما ينجم، حتى واحد يدعي انه يكون عنده الحل هو نفسه، هذا الحل يلزمه حل يتناقش من طرف النخب السياسيه، من طرف النخب الاجتماعيه، من طرف النخب الاقتصاديه، من طرف النخب الاكاديميه. وكما كنت تحكي انت سي حسين، وكما كانت تحكي الاخت خلود قبل حين، اذا كان احفادنا، اذا كان اولادنا واحفادنا باش يخلصوا هذه القروض، فمن باب الامانه، من باب الامانه انه نعطوهم جرده حساب واضحه، نعطوهم الواقع، ونعطوهم سياسات عامه، ونعطوهم حلول للمستقبل. اذا كان عندي مشكله في الحبوب، عندي مشكله في القمح، عندي مشكله في الخبز، عندي مشكله في الطاقه، عندي مشكله في الماء، عندي مشكله في الكهرباء، عندي مشكله في التعليم، عندي مشكله في البنيه التحتيه. عفوا استاذ حسين، باش نكمل الفكره نتاعي اللي كان تحب. اذا كان عندي مشكله في كل هذه القطاعات، في كل هذه المستويات، اذا كان عندي التعليم مشكله كبيره، عندي كل شيء فيه مشكله، والصحه وغيره، فهذه القضايا الكبرى لازمها تعبئه الطاقات، لازمها شعب يكون متضامن مع بعض البعض، ومش يكون في بعض البعض، ومش شعب وطاقاته الحيه كلها في السجون، وماهوش شعب معناها صادقين منا وغير صادقين منا، وناس يخرجوا اليوم وناس يخرجوا غدوه. هذا الشعب يحتاج وحده، هذا الشعب يحتاج كلمه سواء، هذا الشعب يحتاج صدق. وكيف نقول صدق؟ ليس نعم. كما يروج له، وانما الصدق كما تقضي به التشريعات، كما تقضي به الديمقراطيه. وخير الصدق يا استاذ صلاح هو اذان وصوت الحق.